يبرود أنا بتذكر زراعتها، بتذكر صناعتها، بتذكر الاصطياف فيها. مثل ما ربيت ومثل ما تعلمت ومثل ما شفت أهلي ومثل ما شفت البلد لازم يربوا فيها ولازم يتعلموا. مستقبلا ما حفظ خطبهم غير من يبرود. أمه لكارلوس منعم خلقت بالغرفة هاي. سمعت بإذني أحد المستضافين يقول أنه ينقص هذه البلد أبرة. عدد المسيحية بمدينة جويس دفورة لحالة بالبرازيل كان 18 ألف مسيحي من أصل يبرودي. ما بعرف ليش الحياة هلأ صارت غير، أول أحلى. يعني سكان يبرود حالياً عايشين عن بركة. أهلا وسهلا باللي جاي لعنا، أهلا وسهلا شرفتوا منازلنا، وشو ما طلبتوا يا نور العين في عنا بالمأكول للمشروب للبنة. بس كانت الفكرة أنه بس لخلص جامعة، فتعرفت على وقت الجامعة كنت سنة ثالثة، حاولنا نضل بعد الجامعة ما مش الحال، خطبنا للرابعة. بس أنه شاب من يبرود أكيد، لأنه يعني حتى عيال عنا ببرود ما بترضى تخطب لبرا يبرود إلا قليل ونادر، يعني إذا ما كان ما في يعني عاداتنا وتقاليدنا هيك بتقول. ما فينا أصلا نفكر من برا يبرود إلا إذا كان بحالة كتير نادرة وكتير صعبة. يا لا الأمور اختلفت، يعني هلا الامور مختلفه، يعني صار في تقنين شوي بالنسبه لمفهوم الحريه. يعني مفهوم الحريه ضاق او اتسع، يعني هذا عائد للسلطه، هي اللي بتحدد هالمفاهيم. هاي قبل قلنا نحن كطلاب نشعر انه مفهوم الحريه مفهوم مطلق، يعني لا، لكن الآن صرنا نشعر أنه في قيود. كانوا القوميين بالخمسينات والستينات والأربعينات عم يبشروا بالوحدة، وكأنه بعد بكرة في الصبح نلاقي الوحدة موجودة ونلاقي شو اسمه. وصلنا للواقع الحالي، الشيوعيين عم ينتظروا الجيش الأحمر ليجي، والاشتراكية قاب قوسين أو أدنى. يعني فبعد الأزمة العميقة، ما بدنا نسميه الانهيار حتى ما يتحسس البعض، يعني للفكر القومي وللفكر الماركسي بالطريقة القديمة وبالخطاب القديم، واللي ما واللي في البعض عم يحاولوا في محاولات تجديد لمواكبة العصر ومواكبة التغيرات. يعني صرنا نحن شعب وشباب نطالب بحقوق، كأنه إلنا حقوق وليس علينا واجبات أبدا. ما في واجب، لا واجب تجاه الوطن ولا تجاه الأرض ولا تجاه المجتمع. ما هذا الوضع هيك؟ لا، يعني كان في حدود واضحة، التقسيمات يمين ويسار. حاليا بتعرفي الحدود صارت يعني ما بنعرف مين يمين ومين يسار. يعني انا شخصيا هلا بالطريقة اللي بفكر فيها حاليا بمقاييسي انا، هديك الايام بطلع يميني، هلا جيل احلام كبيرة ويقينيات كبيرة. يعني هو المشكلة فينا، يبدو المشكلة ب مو بالآخرين ولا بمؤامرة ولا بشو اسمه، المشكلة فينا. يعني كنا أصحاب يقينيات، واليقينيات عطول هي عدو للحياة. الحياة ما فيها يقينيات، ما فيها سكون، تحولنا لدين. وللأسف يعني أحلام كبيرة تكسرت، الأحلام كلها. كمان يبدو المشكلة كانت أنه أحلامنا كانت أكبر من، كانت غير قابلة للتحقيق يعني. بس المهم بعد تجربة بعد هالعمر نكتشف انه نحن المشكلة كانت بأحلامنا، ما كانت بالآخرين، ما كانت بمؤامرة مثل ما بيقول البعض يعني. ونحاول هلا نتعلم من أولادنا، نتعلم من الواقع الحال. حاليا واقع الحال عمل سياسي بنفس الشكل بنفس الخطاب القديم. ما في الله أكبر، الله أكبر، لا الله سيشقى بين الأرض والطيان.
ناقص بيها برود، كثير ناقص بيها برود. اهم شيء المحبه، الناس ما بتحب بعضها، هذا الشيء عم يرجع لورا. يعني ما بنحط ايدينا بايدين بعض لنساعدهم. من حوالي 10 سنوات او اقل بقليل رسمنا في سقف هذا المقام اكبر ايقونه بالعالم، ايقونه العليقه الغير محترقه للعذراء مريم بسبب الزاويه حيث يشاهد موسى العليقه وهي مليئه بالنار لكنها لا تحترق، وبدل ان تكون مجرد شجيره صغيره المسيح والعذراء يظهران في الايقونه. والذي رسم الايقونه هنا مقتبسا من الايقونه من ايقونه القرن الرابع عشر هو فنان ابن يبرود الدكتور فيروز هزي مسلم. ومن شروط رسم الايقونات ان يصوم ويصلي من يرسم الايقونه، فقبل ان يبدا بالرسم كان يصلي صلاته كمسلم، واخضعته لصيام اجباري بعد معالجة طبية عن الكحول. يبرود أنا بتذكر زراعتها، بتذكر صناعتها، بتذكر الاصطياف فيها، هذا اللي هلأ عم نفتقده كثير. أصلاً ما في حدا داير باله على يبرود لحتى يزيد فيها شغلات. الشيء البشع اللي بتمنى أن أولادي يعني يكون يعني يشوفوه مثل ما شفت أنا. أنا شفت المحبة بين الأصدقاء، بين أهل الحي، التعاطف، التراحم، المساعدة بين بعضهم، المودة اللي كانت منتشرة بالبلد، حالياً تقريباً شبه مفقودة. شخصياً وبالوضع العام، الوضع السياسي العام، فكرت بالهجرة، لكن بعدين عجبني دور ناطورة المفاتيح أكثر. هي هيك. يبرود بكلمة واحدة، يبرود إلى ماضي وما إلى مستقبل.